واحد دور يعني شباب جابها قبل هي يمان هذه تي في جن لفتيسة طراته وكهد هي مسات الغير سيو طعم كهد وصل وحاية مهارة سكر وحشيجي أو راقع شرع هاين سلي وشيجنا هاينا تتكي تو سيو لها وراقع وحمر وحمر أيان دوني هنا جواب يركبه مساتي الساس نيك الشيخي أنا هاي نيك أسا هذي بحكم كذا نجا قارية وأنيا وحن كقارية أنا بجوز وأكو قبص قادي ما يسوي مساتي قادان دي خور وحوا ورب عمل كسيو وأدوري أحمد الشيخ دوري أحمد الزود متتماشى سبحانه واللي يقول شيء يعني يمكن وقف باربي عدين تي سيورنا نوار هيا تهرد هو سي لسو اشكتي هنا واي هيسا وحويا مسات كاسي ودوري هافرتي تسع شرعي شرعي سنواكا شرعي سنواكا وحانو كوري لويس ليتك تو نديسي يلا هاشي سواكو هاكبت كاوي والله حي والله صور واكا دوسي سويت كارك هو تحيي هاي وحانا كقرن تعال المصحي سابقا يا قطان وشرعي ماشا مي تركيز سنة واكا كي هلكا مي تركيز سنة واكا هكا كي هلكا ودوري أفرتك ايو دوري العاطف متر كاوي هره القاسان الجوالي سي شرعي سي كل شيء بني افقشتي اي بهسي اللي على احنا ولا غاد ابو اسبول شرعي لا هذا يقدر كما كان سو قال لي انا سوينا انا حد سوينا اي سغنا وحال روحي عشور نقول هاي تا كوب حلمي يفو بتركيسي يوحي سوين هذا القعد يدي نخشديسي نواك اسمه أفير قال له أفير قاس الدحان مرة ربي بيشو كواش كتو دين قال شام على إيران لما نوع صور عين لما قلوا لي يقول نقيم يا صور عين لما دي قلوا حليلي كل هدو دي سنو دي كيبي استنى عم بدو كيبي وصير يو دي كيبي عم با ربي دي كيبي أكا كبا حيوك بس كهارا شرعي يجب أن يلقى علينا ولقى حكما فين قاسة دحاد أي أسغير حكم كيدين عدين هو قاسة لما دين نبوه قرعي وأنا ودنت فين كي عدين يي وأنا الصحيحي إنه ما شاء كل هدي شرعي ونقى سكوية لبوهي أو وموسى يا شيء إنا نقرأي أسكاري أيو نكي لبعض أيو سكو تيريني أيو يو سيحي دي سينو هاينا شنني نو سوك حيستي مركي شرعي لغيه لي أو سوك حيستي وفهم لي آه أو كبل دي هاي كورنيل كا عبد الدير الله إلاهو الصلاة تبحية مدعوية ياشا كبل دي هاي وكاكا سيحي سي واحد يلا مع غني هذا كله أفرت وقف سحر أبغى قعد وحوقا رعاه أيه سوق هذا أنا وحي رهيب هذا وحب ما هيسته وحصوصي وبختي يا هاي وركز سيد حسن يارا تودي أفر نورا حتى الحكومة أنا أريد كذا لو وحي رهيب حصل لو أردني نو سحر هاي أنو ينو سحر أنو سحر فين كانوا أكو قاعد هنا؟ وأنا يجوا غني ما كنا ما دمنا قدرت هنا هاي أفرت فيها نور. وقبل أني كأب بشار في سوق هي أو يدي ترى نوا قوتي ومشي بحقول هاي. وطالع كلام بحاي وهي. وكا هدي له بهذا كنا كنا شو عقاش له شو؟ كاسر وفين في السدحات وهي. وكا سيس قاعدي. أنت عمرك اللي قصو بدو. نمكا
ماشي مرهي عفوا نوا ورا واكو اللي ماشي بيفن مدنا نيك شيغانيا هي ام صاحب يقول الفهم لي قبل نوا قبل نجا غاون يا ماشي مرهي في دوراي وسوقي في الدور وسوق عيوي او دك قد حبوريا ترشد يا اولاد يسكر كيك شخصيا ما منو دعوة يدون هذا اللي دعوة يدون أفر تابي إن بيش عشي أغري إن لو كان هذا قيبي ونكي تشوغو إن لو كي مكان أقول دعوة يدون وتشوغو واحد اللي يهين بيش أغوان القسي وأوح ما لي لغو غيره وانا ماشي ونو قلبي وحانو الشيغان أيا أفر يلا باتن لامك كوي هلا وسوت شيدا لامك وانا الكعيد وهو حبان لي وقدي عشان تركب بحيني برت يد مها دولار راوح كنا نقول يا بقول يا شني أفرت الدولار مرنا لو يطلب مشجري مرنا أفر يلات مرك سؤال لي بقول يا واحد بقصي بقول يا شني أفرت الدولار بقول يا أفر بقول يا كنت كنا الصومالية صومالية تروح واحد على الصيام ما لك وقت تروح على كاسيستو يقيمه لي إلا ما أنت بسوق الله إلا ما أنت ما ألم ما أنت كنت تروح كسي بدي سجال سنيت كبير لي بعد لا من كنت تالي سنيت كنت بقول سنيت أي لي واحد سنيت سنيت سجال سنيت سجال كبير أنا لسي بقول يا شاني أعمل هذا الدولار وسيد أول ديانة وديابسة واحد دوان دين عضيري ما في دعوة دينا بالأول رأي غير ماشي هذا دار هاي الشرعية ده صورة كاري وحال الله وح شرعيه كاري ما تكتب أراتيب بين بينهم ما لا يقري بركة هنا تعود عن واحد تعود على مقاري تورد هوسة أيا قاضي وولي إلا ما يركب قاضي برجع شوي تعود يجود دوقة سنة دو نكرنا يوم بيرجع كل شو غير كم جاي أيا قاضي بركة برجع وحبوا هاي هرة ماتا ماتا تعودي بركي لقاضي يلا بلاه لقاضي ولي حب اللي بركي لي وحو شو الموكيل لها عشان الموكيل شو العند ولدك وكو حكو بحير الموكيل نخشدنا الموكيل وراغي رو لو طاياه وكل مليون يا فرطاب بقول السومالي أنا كنت قاعد أسوي علي هو أنا شو كي وريت تدرك قريب هيا لك يا رمش أنا واحد لك يا رمش لا هي دون ما كنا وريت يوم دون ما شو ما لوريت يا ودون ده وريت كلا عادي سنة رصيا كم أجل توي دون لا عشان ممكن شو أنا ممكن واحد شرعي وما شاك يا رمش وهم بقول فرخاتي على المارستا فرخاتي على المارستا إن المشا قال لي بتقرأ شيء عشان هذا تيو هو يدي هي هذا تيو كده وهي وحفورة ما مترقق قررنا والشيء اللي بتشوف ما رأب تقولي أنت أصلا بتربورها إذا بورها أنت أصلا بتربورها يا عم ما نرى عاد بقول له دي كل قصة يقول لي بهذا واحد تجار هذا ورباهيت يبي كوي لا يريد كوي لك هذا بل عم يدي كذا بل ولا بيشا بس كم بايرا شو أكبر يدري بيشا يبري أفضل واحد يعني ما يشان إسلام بير هراء عن يده هاي نبي كلا سوق عيد ما شاء الله كير والله هو كلا بحي بير هراء شن يقدر فيت كابتشو سيدا درادي تتكوحي وحي يلم وايا أبا واحد بيسو وايا تئن لك أبتدت ودب لغو قادوي هدو هدو كلو قويان يكو قبصدار يكو دوات ايان هدنا او حب الله راعي عقل وحق سارا يجيستان وان لغا قادوي وحنا الدولي بل هدا كيس كد جيستين واش كتوتين وماشي اللي دين جو جود عود دين لهورو معا هدنا دور دوسكو ماكت انا سبحانه ماكت هذا لا سيد كسو بحي هو احنا دا يما
وصبحوا هيلي هيلي مال هاي هيلي وواحد وهيلسا نقا سوار هيلسا نعوه هيلي يا أوه هدي بحون كذلك وحلقه وهيلي ضدك يا مدحو ينعون بقيت يا رحون انت صنن ودك تشوفتو وحا كده محاف لقادين يسير جارسيس كده محايد هو على وحا سوار نفتا وسكوح وقصوه معها ودتك واحد بيانك وشين بيان يخل بنيك على التقع وحاو كويري سالمي تكتب شرعنا وين كيواي مساتي كسكي تقع أنا قوة تقع وابيد لهاي وابيد لهاي سكي تقع هدلية تقع ويدان وحال لو حق سالك ستوارد كتاري هرانا صدو لورو لغا حاو بابي سين إمي كنا عيد يورد ماشا كوبا بابي شغالنا انتاسع شايدين تقري ودقو صعدا بس سورة قيري سيو قصارا بحمد وطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلنتها وبحنا يوم هالك مساجد هذا الكويت عليه هاي المركا وحنا هالك نتكو يرد سياون عطيمه يو إن هولو سريه ورقد هالك أبو سريسا قاتي ورعي دين تيا وقفت كفوف صحري على مساجد وزارة الدين تيا وقفت خورتي ستيدي سراشك ورقد هالروح وضع عطيني يان و ودوكي وحويان أفرت السنوات كهر وحويان وعشوندي عشون تلقو بحيي ووضعر كيسان وحل جيد دولدي السياد بره عبردي نو يكود عادي ورقضا عدر كيسان ورين ويجي الله عزيزي وعطيني عشوريه أن وضع بحنينا وكوالكا كوضا قدن أفر كوني استيد بغولي اللي هي سقاش الشلين وطالكا كوني لا بغول الشلين waxaa talka kooda qaar 1200 xisbiga nashalay oo kwalka waqti ashuurina kooda aad adeymi waa kwalka kooda aad faylkaas waa fayl dhameystiran aan maxaa la yiraahdaa masaajidkaas misqadiisana waa taa شال موسى حرس أبو كر يا كواد واحدة قاعد اللي بقى يا واد قريب كرتان حتى يبقى كي هري هاي يقرأ كم مغضة مركا فيل كواكا فيل كان عصبوا حويا كي دمبين تنوض كسوق اللي أو دمي استرى لسنا وعشوره يوحي ورانا سساو دمي استرى لعسين تيسيلة وكا damaystiray ila ashuuri si wixii siyaaran fayl ka sadex aad waxa weeyaan ninki kale iyaga la lahaa meesha ay walaha way u iga iibiyay labada dhintay warqadii uu qoray weey iyo deeshiisi isaga warqadii uu qoray warqadii uu qoray weey aan ti dambe aan awqaftan dambe hadda soo saartayna way jirtaa oo halkaan ku dhigtaa aan marka ayaa kiis halkaas ka xirmay waxa daacwadi wada galay haajiga iyo ninkii ay ilaahay dhulku naga yibiyo ninkii keenay baa la yiri ninkii sidoo dhulki laga waxo masaajidkii bariga aanu dhisnay hadalka diraad mid labaad baan dhisnay dhulku sidii buu banaana imkaan soo masaajidana ka dhisan waqf u bixinay oo sheekh abdul baraawe ay baraawe halkan ka caayeen iyo culimo kalaba ay dhisayeen dawladdi hoose hadana mar labaad baan kiiskii galay oo nufa bal hadana ka qaaday ninkii baanu leeyahay la doono uu dhintay bay ilaaheen dana ninkii sayilac uu ka shaqeeyo sayilac baa laga soo helay dawladda hoose kiiski yala gudida dhulka hor yala waxa way wada arkeen anagu cadeymaha aanu keenay iyagoo cadeymaha laga ma hayo iyadoo kiiski uu sidaa yahay oo dawladda hoose ku jiro oo anagu masaajidka hadalka u diideyno oo aan isbasrinayno ayaan isugin hadana go'aankii ka soo bixi lahaa dawladda hoose annaga iyo dawladdi hoose way naaf lagaadeeyeen iyo culimada iyo
annaga iyo dawladdi hoose iyo culimada iyo intayda way aflagaadeen marka aan waxaanu anagu wali aanu leenahay aan waxaanu raali ku nahay maadaama in meesha masaajidtoona aan daara ka jeexanayn waxa la wixii dawladda ka soo baxayna raali ku nahay hadalkan masaajidka u diidayna marka aan ku kalsoonaadaan baan lahay wixii dawladda hoose ka soo baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan maanta waxaan ku caddaynaynaa masaajidka ku yaalla daami iyo madrasada halkan loogu talagalay tuumada meesha dadka xaafadda degan baa nahayna waxaanu aqoonay xaaji muuse haddii ay dhacdeeba cid kale xitaa inay wax ku leedahay meesha waxaa loogu talagalay masaajid waana waqaf ilaahayna waxba kama qaldamaane waxay u imanaysaa aakhiro ciddii lahay anigu waxaan ku talin lahaa masaajid iyo madrasad hadday tahay maqaf ilaahay tahay in rabishka laga daayo waxaa kaloo aan tv-yada ka maqlayay iyadoo la caayayo culimada qofka caaya culimada ama dacniya uu qof horta diinta dacniyey sheekh berberaamina wuxuu ku jiraa culimada waaweyn ee loogu kalsooni badan yahay xagga dhowrsoonida iyo cilmiga iyo diintoodaba dowladdana dowladda ummadda iyadaa u dhexa waa dowladdeenu doona dowladda lafteedana in la dacniyo iyo odayaasha iyo culimowdii ka midna ma haboona waxaan leeyahay oon mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaya dadku ilaahay ka baqdaan oo inay laga dhimanayo ciidda hoos marayaan ay ogaadaan waayo masaajidada ilaahay baa lagu isu idaafeeyey dhulkana ilaahay baa leh in loo diido dhulkiisii in ilaahay lagu xusaano oo wuxuu ilaahay ku ceebeeyey dadkii hore ee gaalada ahaa sida yuhuudda oo kale marka anigu waxaan leeyahay wa ina masaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada nebigeennu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam idaa maata ibnu aadamu inqadaca camalahu ilaa bisalaasa qofka bini aadamka ah hadduu geeriyoodo camalkiisa waa saddex mooyaane saddexdaa waxaa ka mid a sadaqatuljaariya ceel uu qoday masaajid uu dhisay dhulu waqaf u bixiyey waxaan leeyahay oo ku talin lahaa aakhira iyo adduunyadaba qofka wuxuu waqaf ula baxaa way anfacaan marka sidaa daraaddeed sidaa xaajigu sheegay war dhulka masaajidka faraaha uga qaada oo ku samra haddii loo xukumay oo dowladda ay isla tagteen oo laydin dhexdhexaadiyey oo dhexdii ay dadkii dhexda ahaa u xukumeen iyo xukunkii xaajiga kan dambe soo socdana suga laakiin inta aanay anigu inta aanay xukunkabaanay gaadhin adiguna ku samro waxaa ilaahay u bixiya waman yuqridu llaha qardan xasana u ilaahay waryaa ilaahay uu xamaansanayo oo yudaacif lahu adcaafan kasiira oo loo labanlaaba labanlaab baa ilaahay ilaahay amaxsada baan ku talin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu